السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نحكيو على الاير دروب تاع ان كوين. السؤال اللي حبيت نطرحه، علاش المتابعين اللي معايا ما همش حابين يتعاونوا؟ ما فهمتش علاه ما كمش حابين تحطوا لي كود مع بعضك. يعني فتحت لكم قناه في تيليجرام باش تروحوا تتبادلوا لي كود مع بعض، وبديت انا اول يوم حطيت دو كود تاعي، جاو داوهم وما حطوش لي كود تاعهم. دوزيام جور كيف كيف، ما فهمتش الانانيه هذه. على هزيت كود، عاود اكتب كود تاعك، حط الكود تاعك. قلت معليش، ممكن ما على بالهمش بالطريقه، ولكن الان كيما نشوفوا هنا راهي بدات تنتشر هذه بزاف. وتعرف الطرق نحكيو بدون الغاز. رقم واحد، تقدر تسمع الحاجه الاولى، تقدر تفتح حسابات وهميه تجيب منها لي كود. رقم اثنين، الحاجه الثانيه تتبادلوا مع بعض. كيما نشوفوا لهنا رانا نجمعوا في العملات، كاين عملات بزاف عجبوني، كاين اللي ما عجبونيش. مثلا كيما هذه عجبتني لانه الاستراتيجيه تاعها، التسميه ممكن. هذه ثاني الاخيره هذه عجبتني، ولكن الكميه اللي تمدها قليله. يعني انا عندي 5 ايام، هذا وين لميت منها 0.10. اذا تعاونوا باش نديروا لي كود مع بعض. وراني فتحت لكم قناه في التليجرام، مجموعه خاصه بكم. دوك ندخلوا نعت لكم المجموعه تاعكم وتشوفوا واش كاين فيها. كيما نشوفوا هنا راني ندخل المجموعه تاعنا. هاي المجموعه، مجموعه مغلقه، هام لي كود، عندنا 110 كود محطوطة لهنا. ادخل هز الكود تاعك، هز الكود من هذا واكتب الكود تاعك. على باش عندك هنا 110 كود زايدين، حتى ويكون متابع ما حطلكش الكود تاعو، وحتى ويكون متابع ما حطلكش الكود تاعو، هز من الكود لي كود اللي حطهم لك انا 110 هذوك. واني ما درتهم اكسبريميت كوبوش باش ما يسرقوهمش. وش دير؟ تفتح، يعني مثبت الصفحه هذيك، يعني ما تروحش مثبتها. افتح، خير كود، اكتبوا ثم بعد، ومن بعد دير له كوبي. اكتبوا كيما راك حاب تبعث ميساج، عاود اكتبوا دير له كوبي ودي حطو، وخلي الكود تاعك ثم لاصحابك باش يتعلموا صحابك كل اللي حطوا لي كود تاعهم. تولي ما عندناش اشكال في المجموعه تاعنا، لان المجموعه تاعنا لما تدخلوا الكل حنديرها مغلقه نهائيا، ما يدخل لها حتى واحد. الان اللي يدخل المجموعه عن طلب، تسمى لازم نوافق انا على الطلب تاعو. اذا كان من المتابعين تلقانا طرحنا نقبلوا، لكن موش من المتابعين ماهوش هيدخل، ماهوش راح يدخل المجموعه ثم. ونتبادلوا لي كود مع بعض ونخدموا مع بعض. نتكلموا على حاجه خلاف ثان، احنا ما نبقاوش غير مع التعدين المجاني، لازم نطوروا من نفسنا. درك المنصه هذه جديده، لما تدخل المنصه هذه لازم عليكم تتعلموا التداول، لازم تتعلموا التداول. واش لازم تتعلموا في التداول؟ المنصه لما تكون جديده تسمى اغلبيه الناس جدد. يعني أدرك أن المنصة هذه فيها تقريبا 12 مليون مشترك، 12 مليون مشترك الأغلبية تاعهم جدد، ولكن هما جدد على أرواحهم. احنا أنا عن نفسي مانيش جديد في المجال هذا، راح نولي ونخدمه في تيليجرام، لأنه العملات المنصة لما تكون جديدة الناس ما تعرفش العملات اسكو تطلع 10%، 20%، 1000%. تلقى عملات مثلا تطلع 5 أضعاف، 10 أضعاف. حنا هذوكم العملات اللي نخدمو فيهم، بالأخص عملة جديدة، عملة جديدة ما تتوقع لهاش السعر تاعها. حنا
نشريو في أدنى سعر نبيعو في أعلى سعر. هذه الاستراتيجية تاعنا، اشري في أدنى سعر تبيع في أعلى سعر. بالنسبة للسي بي دي سي، إذا دخلت ب1 دولار الناس كل تبيع، 1 دولار بيع، لقيتها لتحت ما تبيعش. يعني بيع 1 دولار وشري في 3 صفار 20 ولا 2 صفار 20، لأنه تدخل ديما العملة لما غدا لما تبدأ العملة في التداول، العملة راح تدخل ب1 دولار وتجي هابطة. يعني لقيتها 1 دولار بيع، لأنك ذاك السعر تاعها اللي حتكون ثابتة عليه. لقيتها أقل راح تبيع بخسارة، ومن بعد تعاود تطلع العملة ل1 دولار راح تلقى روحك يعني بعت بالرخا وشريت بالغلا. إن شاء الله تكونوا فهمتوني فقط وش نقصد، وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.